السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين: الرابطة الوطنية للممرضين الموريتانيين تخلد ذكرى العيد الدولي للتمريض وتبحث واقع وسبل تطوير مهنة التمريض بموريتانيا. أمسية في نواكشوط داعمة للتعديلات الدستورية المرتقب إجراء استفتاء شعبي حولها منتصف شهر يوليو القادم. مجلس الأمن الدولي يدعو رئيس غينيا بيساو إلى تعيين وزير أول وفقا للاتفاق الموقع في كوناكري. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. خلدت الرابطة الوطنية للممرضين الموريتانيين ذكرى العيد الدولي للتمريض تحت شعار واقع مهنة التمريض وسبل تطويرها. واستعرضت الرابطة خلال حفل التخليد المنظم في نواكشوط أبرز التحديات التي تعترض سبيل مهنة التمريض في موريتانيا. نظمت في العاصمة نواكشوط أمسية داعمة للتعديلات الدستورية المرتقب إجراء استفتاء شعبي حولها منتصف شهر يوليو القادم. وأشاد المشاركون في الأمسية بالتعديلات المقدمة للاستفتاء معتبرين أنها تتضمن إصلاحات في مجالات مختلفة. توصلت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم إلى اتفاق مع مناديب العمال يقضي بزيادة الأجور بنسبة 10% إذا وصل سعر الحديد 100 دولار، كما ينص الاتفاق على عودة 9 عمال كانوا قد فصلوا إثر بدء الحراك المناهض للشركة من أجل تطبيق اتفاق عام 2014. المزيد من التفاصيل نتابعه ضمن التقرير التالي. توصلت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سليم إلى اتفاق مع عمالها بعد أيام من دخول العمال فيما وصفوه بخطوات تصعيدية. وبحسب مصادر عمالية، فقد توصلت الشركة إلى اتفاق مع مناديب العمال يقضي في أهم بنوده بمنح العمال زيادة في الأجور بنسبة 10% بشرط بلوغ سعر الحديد 100 دولار للطن، إضافة إلى تقديم 3 رواتب لفئة العمال الأدنى وراتب واحد لفئة الأطر، فضلا عن سلفة بمناسبة العيد ومساعدة بمبلغ 50,000 أوقية لكل عامل بمناسبة شهر رمضان. كما يقضي الاتفاق بعودة 9 عمال كانوا قد فصلوا على خلفية بدء العمال حراكا ضد الشركة من أجل تطبيق اتفاق 2014. وكان عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سليم قد هددوا بالعودة إلى الإضراب بسبب عدم تطبيق الشركة لاتفاق 2014، وشرع العمال في اتخاذ خطوات خفض الإنتاج التي يسمح بها قانون الشغل، وهو ما أدى بحسب العمال إلى تراجع مستوى إنتاج الشركة. ونفت شركة سليم أن تكون قد تنصلت من التزاماتها تجاه العمال الواردة في اتفاق 3 مايو 2014، ولكن الشركة أشارت إلى التراجع الكبير في أسعار الحديد مؤخراً. وقالت الشركة في بيان صحفي أصدرته مطلع شهر مايو الجاري إن أسعار الحديد عندما تم التوقيع على الاتفاق كانت تزيد على 100 دولار للطن، مشيرة إلى أن الانخفاض الكبير والمتسارع للأسعار حتى الآن حال دون تنفيذ التزاماتها. لشان المنفصل، حيث دعا مجلس الأمن الدولي رئيس غينيا بيساو جوزي ماريو فاز إلى تعيين وزير أول وفقا لاتفاق كوناكري الذي وقع شهر سبتمبر الماضي بين الأطراف الغينية. وعبر مجلس الأمن الدولي في بيان صادر عنه عن استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما وصفه الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد منذ عام 2015. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. الأزمة السياسية في غينيا بيساو على طاولة مجلس الأمن الدولي. فقد دعا المجلس في بيان صادر عنه رئيس البلاد جوزيه ماريو فاز إلى تعيين وزير أول بما ينسجم مع اتفاق كوناكري الموقع بين الأطراف السياسية الغينية. وعبر المجلس عن استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل مواجهة ما وصفه الوضع المتدهور في البلاد جراء الانسداد السياسي الذي تعيشه منذ عام 2015. وتعرف البلاد منذ سنة 2016 أزمة سياسية بين الرئيس وأغلبيته تعود بدايتها إلى إقالته الوزير الأول السابق رئيس الحزب الإفريقي من أجل استقلال غينيا
والرأس الأخضر الحاكم في البلاد دومينغوس سيموس بيريرا. وهو القرار الذي رفضه الحزب وأصدر بيانا ينتقد فيها الخطوة ويقول بأحاديتها. وقد تطورت الخلافات بين الطرفين ما استدعى تدخل وسطاء خارجيين. وقد اختارت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الرئيس الجيني الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ألفا كوندي للوساطة بين الأطراف، وتداعت الأطراف إلى توقيع اتفاق بالعاصمة كوناكري سبتمبر الماضي. وبعد توقيع الاتفاق عين الرئيس وزيرا أولا آخر يدعى عمر سيوغومبالو، فعاد الحزب من جديد وأعلن رفضه للخطوة واصفا إياها بغير المنسجمة مع اتفاق كوناكري. ولا تزال البلاد تعيش على وقع انسداد سياسي لم ينفرج بعد رغم الوساطات الإقليمية بين ماريو فاز وأغلبيته. وقد خرج آلاف الجينيين في العاصمة بيساو شهر مارس الماضي للمطالبة برحيل نظام ماريو فاز، متهمينه بإدخال جينا بيساو في أزمة سياسية كانت لها تداعيات سلبية على الأوضاع العامة في البلاد. احتجت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني أمام وزارة التشغيل والتكوين المهني بنواكشوط للمطالبة بصرف علاوات الأساتذة المتأخرة منذ 6 أشهر. وانتقد المحتجون تعاطي الجهات الوصية على التعليم في موريتانيا مع التعليم الفني واصفينه بالمنسي من طرف السلطات الرسمية. نحن هذا عدنا للوقف بين عدة أشهر. نحن نطالب بشيء من المشاكل عندنا مطرحة فيهم علاوة التبشور لها 6 أشهر مطاردية، خاطرنا تلمسر الأول وتلمسر التالية تمينا للدقيقة التالية قالوا عنها مي خارجة. وعندنا مولي علاوة بريم دابرانتساج، هاي بريم دابرانتساج خاطر واحدين حتى الآن ما تخاطرهم. عندنا مولي شي يقولوا بريم داكيبان علاوة التجهيز، هاي مولي العلاوة عام الأول رأيناها السنة الماضية رأيناها لا بداية السنة، وحتى الآن ما زالت مطروحة عندنا بجامعة تجبرنا فيها شيء. معناها نحن لانسانيما تكنيك منسي تماما، الوزارة دولة ناسيتو، وهي الدولة فيها تقاطع على لانسانيما تكنيك أنا مشجعته، وإذا نحن ما شفنا منه شيء. بالوزير المالية الليلة تكلم التعليم الفني قاع ما شد أخباره ولا تكلم فيه ولا قال فيه كلمة. تكلم عن التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي ونحن قاع ما شد أخبارنا قاع، معناها نحن قاع منسيين ونحن ماتنا حتى الآن رأينا أي علاوة ماتنا حتى الآن جبرناها. يكون شوي من بريم دابرانتساج جابوه واحدين منا. إلى الشأن الفلسطيني، حيث قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنين إنه لا بد من تحقيق مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال، داعيا إلى الوقوف معهم ومساندتهم في مطالبهم المشروعة. وأضاف الشيخ يوسف أن الأوضاع السياسية باتت معقدة وأن الاحتلال يستغل ما يجري في المحيطين العربي والإسلامي. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي إلى وقفة حقيقية مع الأسرى ومساندتهم في محنتهم وإضرابهم عن الطعام المتواصل لليوم 26 على التوالي. وقال أبو سنينة في خطبة الجمعة إن هذا الإضراب المشروع والمطالب العادلة لا بد أن تتحقق، والواجب يحتم علينا جميعا أن نساند أسرانا في محنتهم ومعركة الأمعاء الخاوية لتحقيق الكرامة والعيش الكريم حتى يأتي الفرج بخروجهم مظفرين منصورين بإذن الله. وأما المسجد الأقصى المبارك، نحو 50,000 مصلي من القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل، وذلك في ظل إجراءات أمنية وعسكرية مشددة وانتشار مكثف على أبواب المدينة والمسجد. ودعا خطيب الأقصى المقدسيين وكل قادر من الفلسطينيين إلى شد الرحال اليومي للمسجد لتفويت الفرصة على المتربصين به، مشددا على أهمية الرباط في الأقصى والمدينة المقدسة. وأشار إلى أن الأحوال السياسية باتت معقدة، فالاحتلال يستغل ما يحدث في المحيط العربي والإسلامي ويستخدم سياساته العقابية الجماعية الظالمة بحق الشعب الفلسطيني، فيواصل حصار قطاع غزة واعتقالاته وإعداماته الميدانية للشبان، فضلا عن هدم المنازل الفلسطينية ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك. وأشاد بالمرأة الفلسطينية وتضحياتها وخاصة أمهات الشهداء والأسيرات التي يقفن صابرات محتسبات عند الله هذا العمل العظيم. يشار إلى أن أكثر من 1600 أسير مضربين عن الطعام منذ 26 يوما على التوالي، وقد أثاروا في مطالبهم الإنسانية تردي الأوضاع الصحية وسوء الرعاية الطبية في السجون الإسرائيلية،
وطالبوا بتأمين الرعاية الطبية المناسبة والعلاج اللازم للمرضى وإنهاء سياسة الإهمال الطبي. ويطالب الأسرى المضربون بوقف سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية. عن عمر يناهز 60 عاما رحل المدرب الموريتاني مولاي محمد مبارك بعد صراع مع المرض جعله يعيش طريح الفراش لمدة سنوات. وقد عمل الراحل خلال حياته على تكوين جيل رياضي موريتاني يحترف بعض عناصره اليوم في عدد من الدوريات. نتابع. كرة القدم بديت فيها من 6 صغير. رحل المدرب مولاي والمحمد مبارك عن عمر ناهز 60 عاما. اختطفه الموت خلسة وكان رحيما به نظرا للصراع الطويل مع المرض. كانت قناة المرابطون السباقة في زيارة الرجل منذ قرابة 2 عامين، حيث تحدث لها بمرارة عن واقعه وكيف تركه الجميع طريح الفراش وحده المرض هو أنسه. من مثال صغير ما قد قلت بانه نعالى ما تخده اكيب ما يقلو وعطنا وقتنا كامل. مولاي والمحمد مبارك هو أبو الكشافة الموريتانيين وأبو الجيل السابق من اللاعبين والحالي. هو باختصار الحاضنة الوحيدة لكل شباب مقاطعة تيارت وباقي مقاطعة واكشوط. أفنى الرجل عمره متنقلا بين الساحات العمومية وما تيسر من الملاعب مكونا ومؤطرا مختلف الأجيال. كان حريصا على تعليم قواعد اللعبة وانتشال الأجيال الضائعة من مخالب الضياع. تخرج المهاجم إبراهيم مالحة على يديه والذي التحق به طفلا أنذاك، وأصبح بعد ذلك من خيرة المهاجمين الموريتانيين، وكذلك لاعب الوسط سيد أحمد ولتقدي الذي سلك باب الاحتراف ومثل موريتانيا أحسن تمثيل، وقائد المنتخب الوطني حاليا باقايوكو موسى، وغيرهم كثر كلهم مروا من تحت جلباب هذا الرجل. فهل ردوا له جميلة في حياته؟ هذا طويل أو يشوف ذوك الأم اللي سابر قال ذوك الأولاد حق معتين صنبيت وبخذ ذاك انت ذاك انا يتلفن لي كل ما في أسبوع كل أسبوع تفك التلفن لي معتين الأخرين ما ترى مش الأخرين ما مالح مالحة كيف لا يندروا معهم ما كديروا معهم يا أخي لا يندروا معهم معتين مي اللي تلفز تكلم في يوم ما سمعت تذكرني وذيك ملاحظة متينة اللي إبراهيم مالحة يتكلم تلفزة يتكلم أخبار رياضة ما تكلم عن المولاي هو اللي مربيه هو اللي مقريب أنا هذا خاسر يعطوا يعل مجلس مع تلفزة يعطوا يعلو يعني يقول الحقيقة لا كان ما نسمحوا لا عاد فدراسيون قال لا كامل يقول هو وما نعطت إناية الجولات إكيب ناشونال يعطوا هم اللي يعطي إناية مولي الناس اللي وخلطوا يذكرهم ما هم دايرين عنده شيء قال يذكرهم هو اللي تواصل تقدي كان يجيني شوي معناتني كنت انا شارنا اكيب ما معناتني وكان لا يجي النادي وتوقع لي شوي كان يقع من تالي ما قطع الدرك لك عنه كم مرة؟ السنوش من مرضي بعد ذلك ما قد جبرت وما قد جهني. بمرارة ووجه شاحب طغى المرض على تقاسيمه وفي كوخ منعزل عن ضوضاء المدينة وصخبها تحدث المغفور له قائلا يكفيني أني صنعت جيلا من اللاعبين بإمكانياتي الخاصة والبسيطة وموريتانيا أرض غنية بالمواهب الضائعة. رحم الله المدرب مولاي والمحمد مبارك وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون. يمشي وعدل هم الإبراهيم يكسى خلال والدته هنا تزد من خلاصه وقال يمشي. رحم الله الراحل. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. الرابطة الوطنية للممرضين الموريتانيين تخلد ذكرى العيد الدولي للتمريض وتبحث واقع وسبل تطوير مهنة التمريض بموريتانيا.
أمسية في نواكشوط داعمة للتعديلات الدستورية المرتقبة إجراء استفتاء شعبي حولها منتصف شهر يوليو القادم. مجلس الأمن الدولي يدعو رئيس غينيا بيساو إلى تعيين وزير أول وفقا للاتفاق الموقع في كوناكري. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة الثانية. موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله. We'll be right back.